اليومين دول كده بيبقى في حالة من القلق في إيطاليا بسبب انتشار فيروس اللسان الأزرق 3 أو الجيل الثالث من فيروس اللسان الأزرق اللي تسببت في موت حوالي 2700 من الماشية وبالذات من الخرفان، والعدد تضاعف 3 مرات في الأسبوع اللي فات. الفيروس مكمل في الانتشار في مزارع في منطقة أوريستانو في إيطاليا، ودلوقتي وصلوا ل 253 مزرعة متأثرة بفيروس اللسان الأزرق الجيل الثالث. واحد من الدكاترة المتخصصين بقى منا وتحديدا في هذا المجال مدير خدمة صحة الحيوان هناك قال ان معدل الوفيات ارتفع من 0.5% ل 5%، بس لسه الحمد لله منخفض نوعا ما. الحيوانات المصابة ظهر عليها بعض الأعراض الحادة، وفي كمان حالات إجهاض كتيرة جدا حصلت بسبب هذا الفيروس. دكتور محمد عرابي مدرس أمراض البطنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة معانا على التليفون عشان نقدر نفهم منه أكتر عن الموضوع. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم، صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. إيه حكاية فيروس اللسان الأزرق 3 ده؟ إحنا ما عندناش منه الحمد لله وربنا يبعده عننا، بس إيه حكاية؟ الحمد لله هو عندنا بس حاجات بسيطة. إحنا هنتكلم بس مرض اللسان الأزرق زي ما حضرتك تفضلتي، هو مرض فيروسي ده بيصيب الحيوانات خاصة المقطرات، منها الأليفة زي الأغنام والأبقار والماعز والجاموس والجمال، ومنها برضو الحيوانات البرية أو الوحشية زي الغزلان والظباء والأيائل والإبل برضو اللي هي الغير مستأنسة. هو طبعا المرض زي ما قلت بيصيب جميع الأنواع الحيوانات المقطرة أو خاصة الأغنام، المرض بيظهر فيها بصورة كبيرة جدا، والأعراض بتكون عليه شديدة قوي، وخاصة اللي هي الأغنام المعرضة للإصابة بالفيروس ده. باقي الحيوانات بتكون الأعراض عليه بشكل بسيط أو غير ظاهرة، ولكن خطورة الحيوانات التانية إن هي بتعتبر حاملة للمرض أو بتعتبر مصدر للعدوى للأغنام أو الحاجات اللي هي في الوسط المحيط بها. نسبة الإصابة بالمرض ده بتكون عالية جدا في موسم الصيف، لأنه موسم انتشار الحشرات. الإصابة برضه بتكون عالية، النفوق بيكون عالي خاصة لو الحيوان ده ترك أو ما حصلوش مانجمنت كويس أو علاج كويس في وقت مناسب. طيب طبعا زي ما قلت لحضرتك إن المرض ده مرض فيروسي بيسببه فيروس. تمام، طيب إحنا دلوقتي بنتكلم في اللسان الأزرق 3، هل في لسان أزرق 1 و2 وإيه الفرق ما بينهم؟ تمام يا فندم، هو الفيروس المسبب ده يعتبر من 24 او 26 عترة او عزلة او نوع، اخطرهم ضراوة اللي هو المنتشر حاليا في ايطاليا اللي هو رقم 3 او سيروتايب 3، وفي برضه سيروتايب 8 كان موجود في الصين في اول العام الحالي اللي احنا فيه. هو مشكلة الفيروس ان هو من عائلة الريوفيريدي، ده عائلة فيروسية تختص او بتتميز انها بتنتشر او بتنتقل من حيوان للاخر بواسطة الحشرات المصة أو القارضة أو اللي هي زي البعوض أو الكيولوكيوجديت. الموسم بتاع انتشار الحشر ده أو تكسر الحشر ده في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع درجات الرطوبة، في خاصة موسم تكسر الحشرة بيكون من شهر 9 لشهر 11 اللي هو في الأيام الحالية، لأن الفيروس ده بينتقل بس عن طريق إن الحشرة بتيجي تقف على الحيوان المصاب تمص الدم او تنقل الفيروس الموجود في دم الحيوان المصاب، بعد كده بتروح تقف على حيوان سليم موجود في نفس المنطقه او منطقه ابعد شويه وتنتقل لي او تنقل لي الفيروس عن طريق ان هي بترجع تحقن الفيروس الموجود جواها في الحيوان السليم، وبذلك تنتشر العدوى بسرعه. طيب الفكرة بتاعت انه الحشرة بتنقل الفيروس من حيوان لحيوان، احنا اتكلمنا عن عدد من الخراف او من الاغنام، هل بتتنقل لحاجة تانية غير الخرفان؟ يعني ممكن تصيب البقر، ممكن تصيب اي حاجة تانية، الماعز، ولا احنا بنتكلم بس في الخراف؟ تمام، هو المرض كمرض موجود او ممكن يصيب جميع انواع الحيوانات المقطرات اللي هي زي الاغنام في المقام الاول، يليها الأبقار بنسبة بسيطة جدا خاصة الأبقار الصغيرة في العمر أو اللي هي متعرضة للستريس أو ضعف مناعة، ممكن يصيب الماعز، ممكن يصيب الجمال، ولكن قلت لحضرتك إن الأعراض بتظهر بشكل كبير والنفوق أو الوفيات بتكون في الأغنام أو في الخراف. باقي الحيوانات ممكن يكون في المرض موجود جواه ولكن الأعراض أساسا مش ظاهرة عليه. طيب منظومة الطب البيطري إزاي تتعامل مع هذا الموضوع؟ طبعا المرض ده مرض فيروسي، الفيروسات عامة أو الأمراض الفيروسية ملهاش علاج مباشر، ولكن العلاج بتاعي
بيعتمد ان انا بدعم او بساعد الحيوان في مواجهه مثل هذا المرض عن طريق روافع المناعه، خوافض الحراره، مضادات للالتهابات، ادي مضادات حيويه ولكن مش للفيروس، لكن ان انا بمنع على العدوى البكتيريه الثانويه. الهدف الاساسي الوقايه خير من العلاج، ان انا ابدا احد او امنع انتشار البعوض او الحشرات الناقله للامراض عن طريق وسائل المكافحه المختلفه. ثاني حاجه ان انا ابدا احصن الحيوانات اللي هي الاندر ريسك او اللي تحت معدل او اللي انا متوقع ان يصيبها المرض في مواسم الصيف او مواسم انتشار البعوض والحشرات الناقله للمرض، ويبقى تحصين سنوي. التحصين بيدي مناعه لمده 6 شهور وبيتكرر سنويا. بيستعمل تحصين اسمه لايف اتنيويتد فاكسين. زي ما قلت لحضرتك ان المرض ده 24 عتره او نوع، فانا اما استعمل نوع بولي فيلنت بيحتوي على كل الانواع من الفيروس، او ان انا اجهز اوتوجينوس فاكسين، ان انا بجيب العتره اللي عملت مشكله عندي في المكان او في المزرعه وابدا احدد او احضر منها فاكسين او مصل او تحصين يكون مضاد لنفس العتره في نفس الوقت، لان بيحصل في تحور او تغير في العترات وكل عتره ما بتديش مناعه للعتره او للنوع الثاني. طيب دكتور، فكره ان الفيروس بيصيب الاغنام وبيصيب بعض الماشيه الثانيه زي الابقار والماعز وغيرها، ايه اللي ممكن يتنقل لنا من خلال الفيروس ده؟ يعني اللبن اللي موجود فيه او اللي بتضر الابقار دي، هل ممكن يبقى بيحتوي على الفيروس حتى وان كان مش هيتنقل للانسان، ولكن هل بيبقى حامل للفيروس ولا لا؟ اللحوم نفسها الخاصه بالاغنام دي بتبقى متاثره وخلاص غير قابله للاستخدام ولا لا؟ يعني هو بتؤدي لنفوخ الحيوان ولكن هي لحمته بتبقى سليمه، والمصنعات اللي بتبقى طالعه منه سواء بقى لبن او غيرها بتبقى سليمه برضه. تمام يا فندم. هو الحمد لله ان المرض ما بينتقلش بشكل مباشر سواء من الحيوان المصاب للحيوان السليم، لازم وجود الحشرات. وكذلك برضه لا ينتقل او لا يمثل خطور على صحه الانسان، يعني كانتقال مباشر عند ملامسه الحيوان المصاب سواء الصوف بتاعه او السوائل الافرازات اللي بتخرج من الحيوان او اي حاجه بيستعملها الحيوان لو الانسان اتعامل معاها لا يصاب بالمرض، لان الفيروس ده لا ينتقل من الحيوان المصاب للانسان. الخطوره هنا دلوقتي وكذلك برضه منتجات الالبان او اللحوم المصنعه بشكل كويس ما بيحصلش منها انتقال للعدوى او للمرض من المصاب للانسان. يعني ايه مصنعه بشكل كويس؟ يعني مصنعه في اماكن محترمه بطريقه هايجينيك كويسه، ولكن هي قد تكون حامله. يعني لو لبن مثلا يكون درجه الغليان بتاعته تم غليه اكتر من مره وتم بسترته، ولا في كل الاحوال اللبن مش هيكون مثلا حامل للفيروس؟ تمام. هو كلبن او كلحوم مش هتكون حامله للفيروس، زائد لو الهياجينيك ميجرمنت اتطبقت كويس جدا في تصنيع الالبان او الحصول عليها او تصنيع اللحوم، لان الفيروس ده ضعيف بيتاثر بدرجات الحراره العاليه، بيتاثر بالحاجات الحامضيه، بيتاثر باضعف المطهرات زي هيدروكلوريد الصوديوم مثلا، ده بيقضي على الفيروس. الخطوره عندي ان الحيوان المصاب بالمرض يتم ذبحه اثناء وجود العدوى، لان بيكون الحيوان في حاله ارتفاع درجه الحراره، هنا يحصل بشكل غير مباشر عدم اللي هو النزف الكلي للذبيحه او للحيوان المذبوح او عمليه الادماء الكامله، وبالتالي مش هيحصل عندي عمليه التيبس الرمي اللي هي بتقضي على معظم الفيروسات طبعا والبكتيريا الموجوده في اللحوم. لو حصل ان الحيوان ده اتذبح اثناء وجود العدوى الفيروسيه او اثناء الحمى او ارتفاع درجه الحراره فهو لا يصلح للاستخدام الادمي تماما. هي بس الخطوره في كده، انما كنقل للمرض بشكل مباشر او غير مباشر من الحيوان للانسان ده الحمد لله لا يمثل خطوره خالص على صحه الانسان. تمام. ربنا يسلم ان شاء الله. كل الشكر ليك الدكتور محمد عرابي، مدرس امراض البطنه بكليه الطب البيطري جامعه القاهره، شكرا جزيلا ليك.